مرحبا، أنا دكتور عامر، واليوم رح نحكي عن نصيحة طبية جديدة اللي بتخص الطيران. من المعروف أن الطيارين والطاقم الجوي ممكن أن يعانوا بعدم إمكانية النوم بعد السفر لمسافات طويلة، وهذا بنسميه جيت لاج أو اضطراب النوم بعد الطيران لمسافات طويلة. وهي حالة فيزيولوجية ناتجة عن تعديل وقت النوم المعتاد أو الساعة البيولوجية بسبب السفر مسافات طويلة. الميلاتونين هو هرمون النوم، وهو موجود بالدماغ، وعادة بيبدأ إفرازه من غدة موجودة بالدماغ حوالي ساعتين قبل موعد النوم المعتاد، طالما لم يتعرض الشخص لضوء قوي قبل النوم، لأن الضوء القوي يسبب عدم إفراز هذا الهرمون. السفر لمسافات طويلة وعدة مناطق زمنية يؤدي لاضطراب في أوقات النوم أو الاستيقاظ بأوقات غير المعتاد عليها، وهالاضطراب بيزداد كلما قطع المسافر مناطق زمنية أكثر، وكمان بيزداد بحسب اتجاه السفر. مثلاً في حالة السفر والطيران باتجاه الغرب من دبي إلى أمريكا، فهون وقت الوصول الجديد هو قبل الوقت المحلي، ففي الحالات هاي تحدث اضطرابات بالنوم بصورة أقل بسبب أنه المسافر بيقدر بسهولة تأخير وقت النوم تبعه، خاصة إذا تعرض لضوء الشمس بعد وصوله لحين وقت نومه الجديد. أما بحالة السفر باتجاه الشرق مثلاً من دبي إلى الصين، فهون وقت الوصول الجديد هو بعد الوقت المحلي، فاضطرابات النوم بهالحالة بتكون أشد، خاصة أنه المسافر لازم ينام بوقت أبكر بكتير من وقت نومه المعتاد بسبب اختلاف المناطق الزمنية. ما هي أعراض هالحالة؟ عادة أعراض اضطراب النوم بتكون عند الكبار أكثر من عند الصغار، وهي الحس بالتعب وعدم القدرة على النوم بالليل، وكمان النوم السطحي والإحساس بالنعاس أثناء النهار، وأخيراً عدم القدرة على التركيز والتوتر. شو هي النصائح للمسافرين المصابين بهالحالة بعد الوصول من السفر؟ أول شيء يمكن يأخذوا سهوات قصيرة أثناء النهار، والإكثار من شرب الماء، والابتعاد عن الكافيين والكحول. طبعاً التعرض لضوء الشمس خلال النهار فهذا يساعد على تنظيم أوقات النوم الجديدة. وأخيراً أنا بنصح الأشخاص اللي بيعانوا من اضطراب النوم بأخذ دواء يحتوي على هرمون النوم أو الميلاتونين 3-5 ميلي جرام حوالي ساعة قبل موعد النوم الجديد ولمدة عدة أيام بعد الوصول من السفر. أنا باعتقادي أنه هذا الشيء أخف ضرر من أخذ الأدوية المنومة التي بتسبب الاعتياد والإدمان. بتمنى موضوع اليوم نال إعجابكم، وحتى ألتقي فيكم مرة تانية بتمنى لكم سفر مريح وحياة حلوة بتمام الصحة والعافية.